مش قلت لك يا حبس الدنيا هتضحك لك؟ كل حاجه هترجع لك اهو، ولادك وبيتك وشركاتك ومراسك وفلوسك. بس بقول لك يا عباس، اوعى تنساني. انساك؟ انا لا يمكن انساك يا مرسي. عارف ليه؟ عشان انت بتفكرني باسود ايام عمري. الله يسترك. انا مش قصدي، انا قصدي ان كل ما ابص لك اتفائل، احس ان لا يمكن تيجي ايام بعد كده اسود من الايام اللي قضيتها معاك. احكي لك حدوته. واحد مليونير لقوه حاطط على مكتبه في الشركه صوره راجل كشري عامل كده. الموظفين بقوا مكسوفين يسالوه مين ده، لغايه ما جه واحد فيهم تجرأ وقال له: سعادتك، يعني هو ده قريب سعادتك؟ قال: ولا قريب ولا حاجه، ده صاحب العمل اللي انا اشتغلت عنده في اول حياتي، اول ايام عمري في الشغل. قال له: يا سلام، والله سيادتك مثال للوفاء، الراجل ده اكيد صاحب فضل عليك. قال له: والله فضلي ولا حاجه، ده كان مطلع عين اهلي، وراني ايام اسود من قرن الخروب. قال له: الله، طب سعادتك ليه حاطط صورته قدامك؟ قال لهم: عشان كل ما ابص له افتكر الايام السودة دي، لو تهاونت في شغلي افتكر اني هرجع لها تاني، فاقعد اشتغل واشتغل واشتغل. يعني انا بفكرك بايامك السودة بس؟ بالظبط كده يا مرسي. بس انا مش هرجع في كلامي، انت سكرتيري الخاص خلاص. بس نشوف لك بقى صرفة في الشقة دي.